ولمزيد من التفاصيل حول جريمة اغتصاب الفتاة القاصر في الموصل من قبل الميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين محمد فوزي اللامية الخبير الأمني والعسكري. أهلا بكم سيدي. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. ما الذي كشفته جريمة اغتصاب عناصر الميليشيات لطفلة في الموصل؟ يعني سيدتي الكريمة، هذه الحادثة الأليمة البشعة تذكرنا، تعيد بنا الذاكرة إلى عام 2012 وعام 2013 وعام 2011، عندما كان هنالك القوات الحكومية مدعومة من الحكومة ومن الرأي السياسي الحكومي كانت تتعمد اضطهاد أهالي الموصل وتتعمد إهانتهم، وحدثت في حينها عمليات اختطاف وعمليات اغتصاب أدت في النتيجة إلى أنه عدم ثقة المواطنين بالحكومة، والذي خلق فراغ كبير جدا استغلته بعض الجهات الإرهابية وحدث ما حدث. اليوم هذه الجريمة جريمة يجب أن لا تمر مرور الكرام، يجب أن تكون هنالك عقوبة وتكون هنالك حساب، وهو بالنتيجة اليوم هي امتحان قاسي وامتحان كبير جدا للحكومة التي تدعي اليوم بأنها قد تعيد هيبة الدولة وقد تحاسب المفسدين وتحاسب المجرمين. هذه اليوم جريمة أمام أنظار الحكومة وعليها أن تحاسبها، ولكن نبقى نقول جيدا أن هذه الحكومة ليست لديها اليوم النوايا لمحاسبة هذه الميليشيات. نعم. المرتكبين هذه الجريمة هم من ميليشيات تابعين إلى ما يسمى هيئة الحشد الشعبي، جزء الحشد العشائري. طبعا بالتأكيد هؤلاء هم لديهم غطاء حماية وغطاء من ميليشيات وسلاح يحميهم. فاليوم أصبح هنالك أكثر من نقطة على هذه الحكومة، وآخرها هذه الجريمة البشعة. إذا لم تحاسب الحكومة مرتكبي هذه الجريمة ولم تعاقبهم، فبالتأكيد سوف تكون عليها نقطة سوداء، نقطة كبيرة جدا، وقد تؤدي إلى انعكاس الرأي العام ضد هذه الحكومة. في هذا السياق سيد محمد، وبعدما يعرف بمعركة التحرير وتدمير 90% من البنية التحتية لمدينة الموصل، كيف يمكن وصف الواقع الأمني في الموصل؟ يعني سيدي الكريمة، أن اليوم من بعد ما يحتفلون من بعد مرور سنوات على أنه انتهاء تنظيم داعش الإرهابي، لكن الحقيقة انتهاء تنظيم داعش هو لم يكن، يعني اليوم تنظيم داعش ينفذ عمليات هنا وهنالك، لكن تبقى هذه مدينة الموصل مدينة عراقية وأهاليها ما زالوا نازحين، يحتاجون إلى أن يعودوا إلى منازلهم، إلى خطة إعمار حقيقية، خطة توجه تعكس نوايا الحكومة. يجب على الحكومة أن تكون هنالك لديها رسالة طمأنينة حقيقية لأهالي الموصل بأنه تخصص لهم الأموال وتكون فاعلة في إعادة تأهيل هذه المناطق وإعادة النازحين إلى مدنهم، وحقيقة إيجاد فرص عمل للموجودين هنالك وتعويض الضحايا الشهداء الذين عانوا من ما عانوا طول هذه السنوات. لكن حقيقة نحن لم نجد أي شيء من هذا القبيل، لا توجد لدى الحكومة أي نية الآن تجاه الموصل، لا إعادة إعمار ولا تعويض الضحايا. وزاد في الطين بلة، اليوم لدينا عمليات إجرام تقوم هنالك، لدينا انفلات أمني في مدينة الموصل. طبعا هذا بالتأكيد سوف يؤثر على الواقع الأمني، ليس على الموصل فحسب. طبعا هذا الواقع الأمني هو سبق وإن كان في الموصل وانعكس على العراق بصورة عامة، وهذه حقيقة بدايات لا تبشر بخير لهذه الحكومة. ما مدى أهمية اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الجنات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا؟ يعني سيدي الكريمة، اليوم الجريمة واضحة، المجرمين واضحين وموجودين اليوم في يد الحكومة. يعني لا تحتاج المسألة إلى يعني فد قضية عظيمة، أنه يجب أن يحولوا إلى المحكمة ويحاكموا بتهمة الاغتصاب الجبري. إذا كانت، وبالتأكيد مثل هؤلاء الأشخاص سوف تجد لهم سجل من الجرائم، وقد إذا قامت هذه الحكومة بهذه العمليات قد ترسل شيء
أو رسالة إلى أهالي الموصل بأنه هنالك حكومة قد تقوم بخطوات واضحة لمحاولة حلحلة الأزمة الأمنية هنالك ومحاولة السيطرة قدر الإمكان. نعم، إلى أين تتجه الأوضاع في العراق في ظل هيمنة الميليشيات وانتهاكاتها الإنسانية المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم أيضا؟ يعني حقيقة الحكومة تراجعت من أول مواجهة مع هذه الميليشيات، وكانت هذه خيبة أمل اليوم يشعر بها العراقيون جميعا، والعراقيون اليوم غير مستبشرين في مواجهة ثانية، لأنه كانت هذه المواجهة كانت فرصة كبيرة لهذه الحكومة، حكومة الكاظمي، دعمها الشعب العراقي دعم شعبي، لكن كانت النتيجة نتيجة سيئة جدا، أنه تم إخراج عناصر حزب الله الذين تم إلقاء القبض عليهم في الجرم المشهود، وكانت هذه المواجهة طبعا هي كانت رأس حربة لهذه الحكومة، وهذه الحكومة خسرت رأس الحرب هذا. اليوم هنالك عمليات قد تكون هنالك يعني للواجهة الإعلامية للدعاية الإعلامية، لكن نبقى نقول بأن هذه الميليشيات اليوم هي ميليشيات لديها القرار السياسي، لديها سلاح موجود في الشارع. حقيقة إذا كان هنالك يعني سبق وأن طالبنا هذه الحكومة، إذا كانت هنالك نية لهذه الحكومة لواجهة هذه الميليشيات يجب أن تكون هنالك أعمال على الأرض فعلية، أعمال حقيقية. الحكومة لديها جيش، لديها جهاز مكافحة الإرهاب، لكن الآن لا نجد أي نوايا لمواجهة هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين عبر الهاتف.